ولمناقشة الأزمة الاقتصادية الجديدة التي تعصف بالعراق وتأثيرها على رواتب الموظفين الحكوميين، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بك دكتور. بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط والعجز في الميزانية التي بلغت 45 مليار دولار، باتت حتى رواتب الموظفين الحكوميين عرضة للتقليص. كيف ستواجه الحكومة باعتقادكم هذه الأزمة الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في بادئ حديثي لابد وأن أشير أن العراق يسير في خضم أزمات حادة اقتصادية أم سياسية؟ اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية وقيمية وأخلاقية. العراق مليء بالأزمات، لكن الأزمة الحادة تتمثل الآن بالهبوط الحاد بأسعار النفط. نعم. ولاعتبار العراق بلد اعتمد اعتمادا أساسيا في موازناته التقديرية على النفط بأكثر من 97%، لذلك سيشهد حالة عارمة من الاستياء والدمار في مختلف جوانب حياته الاقتصادية والاجتماعية. نعم. ولعل المتضرر الأكبر من هذه السياسات الرعناء التي جاءت بها الحكومات المتعاقبة تمثلت بشكل واضح بهدر الأموال التي توفرت من جراء ارتفاع أسعار النفط، خصوصا في حكومة المالكي. نعم. والحكومات اللاحقة لها. والآن بمجرد انخفاض أسعار النفط ليقارب 20 دولار تقريبا للبرميل الواحد سينهار الوضع الاقتصادي في البلد. نعم. ثم ان التوجهات التي تقوم بها هذه الحكومات لا تمتلك لا سياسة اقتصادية ولا أبعاد. هل دكتور من بين هذه التوجهات مثلا أن تفكر الحكومة بالاقتراض من المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي، صندوق النقد الدولي، غيرها من المؤسسات؟ هل هذا سيحل الأزمة؟ لا يحل الأزمة مطلقا، لأن السياسة المتبعة في إدارة الأمور المالية والنقدية في العراق لدى عناصر جاهلة بطبيعة السياسة النفطية والسياسة الاقتصادية والأبعاد الاستراتيجية لها. فنحن في ظل حكومة لا تمتلك أي رؤية مستقبلية في بناء العراق، وإنما حكومة تمثلت بالاستحواذ على ثروات العراق وتدمير اقتصاده تدميرا كاملا. نعم. وهم بهذا لا يستطيعون أن يحلوا هذه المعضلة. فعلى سبيل المثال أن الموازنات التقديرية للحكومات منذ 2003 لحد اليوم كانت تبدد الأموال على الخدمة الجهادية مثلا، وعلى رفحة، وعلى المبالغ الكبيرة التي تتقاضاها الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية. نعم. والقضاء. هذه المبالغ الهائلة التي تعطى لهؤلاء تشكل ما يقارب 67% من الموازنة التشغيلية للعراق، للخطط الممثلة بالموازنات. فهي لم تكترث بالنظر إلى النهوض بالجانب الصناعي ولا بالجانب الزراعي ولا السياحي ولا التجاري، وإنما كانت ولا حتى بال
ولا حتى بانعكاس هذه الأزمة على الموظفين الذين يعني يمكن أن تفكر الحكومة في تسريح الآلاف منهم، بالإضافة إلى عدم تلبية وعودها بإطلاق آلاف الدرجات الوظيفية للعاملين كما وعدت من قبل. هي لن تسهم إطلاقا في معالجة الأزمات الحادة التي يعيش بها الاقتصاد العراقي، والذي انعكس بشكل واضح على نهوض الشباب العراقي السائر في سوح المواجهة مع الدولة. فهم ليسوا رجال دولة، وإنما قوى جاء بها المحتل ليكرس دورا أساسيا من أدواره في تحطيم العراق وبنيته الاقتصادية والاجتماعية. لكن دكتور، هل تتوقع بالفعل أن ينعكس ذلك على الموظفين، على الشريحة المغلوبة في العراق من الموظفين متوسطي الدخل؟ سينعكس حتما، لأنهم لا يجدوا طريقا ييسر عليهم سبل الحصول على الأموال إلا من خلال التقليص. لكن لو لجأوا إلى إيقاف الأموال التي تدفع لما يسمى بالخدمة الجهادية والأموال رفحة وتقليص رواتب الحكومة والبرلمان والرئاسة، يستطيعون بقدر محدود أن يخففوا من حدة الأزمة. لأن أموال الموظفين الذين سيلجؤون إلى تقليصها لا تشكل بعدا أساسيا من أبعاد الموازنة التشغيلية التي تتطلب صرفا كبيرا. نعم، أشكرك دكتور خضير كاظم حمود، كنت معنا من عمان عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.